السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. اليوم بدنا نبني اللي هما اليوزرز، اوكي؟ المفروض احنا طبعا بنينا البوست، البيج، الكونتاكت اس، اليوم بدنا نبني اليوزر، اوكي؟ فنروح على المشروع تبعنا من الراوت، نشوف الويب دوت بي اتش بي. طبعا احنا بانيين هنا عندنا الكنترولر الراوت تبع اليوزرز، فمعناته انا بدي استخدم الكنترولر اللي هو اليوزرز كنترولر. هنروح على الاب، على ال HTTP، على الكنترولر، على الباك اند، على اليوزرز كنترولر. طبعا هننسخ جميع اللي سويناه في البوست هنا وناخذه كوبي عندنا في اليوزر ونعدل عليه اللي احنا بنحتاجه. طبعا في عندي البوست هذا، لا الكاتيجوري، لا عندي الفاليديتور، عندي الايمج، عندي الكاش، عندي الفايل، اوكي هذول ممكن اني انا استخدمهم، فنسوي له اوكي. نيجي الكونستراكت، طبعا ما هنعدل فيه مثل العاده، هنيجي على الاندكس. طبعا عندي مانج اندرسكور يوزرز، فمعناته كنترول ار بالبي اتش بي ستورم بالفيجوال ستوديو كود كنترول اتش بدل underscore posts، هنا هنقول له underscore users، سوي له replace all، تمام. وعندنا في الليفيو برضو dot post dot، هنقول له dot user dot users dot، اوكي replace all. هنيجي هنا عندنا في البحث عندنا keyword، ما في عندنا category، فمعناته هنحذفها. عندنا status، عندنا sort by، order by، limit by. هنيجي على الكويري تبعنا، هيكون اللي هما اليوزرز. هنستدعي مكتبة اليوزر. طبعا انا في عندي ثلاثة rules، اوكي، اللي هما الادمن والاديتور واليوزر. فكيف انا بس بدي احدد اليوزر في هذا الكنترولر، فمعناته انا هقول له where has rules، اللي هي relationship ما بين اليوزر والرولز، اوكي. فانكشن كويري، وسوي لي الاوامر التاليه اللي هي الكويري، انه يكون النيم، وير النيم تبع الرول يكون هو يوزر. طبعا نستدعي مكتبه اليوزر اللي هي كنترول انتر الت انتر، هيطلع لنا امبورت، هنختار الاب موديل يوزر، اوكي. طيب هنا هنقول له البحث تبع في اليوزر، هنشوف الموديل تبع اليوزر اللي هو من المودلز اليوزر. هنا احنا مش مستدعين السيرش، اوكي، فمعناته هنا هنكتب له كمان السيرشبل، اوكي. وهنروح نعطي له اللي هي السيرشبل اري بعد الريسيف كاونت، هنا نكتب له السيرشبل، اوكي. هيكون الجدول عندنا يوزرز، هي عندنا عده حقول، فمثلا لو يجينا فتحنا الداتابيس الميجريشن جدول اليوزر، اوكي، في عندنا النيم، اليوزر نيم، الايميل، الموبايل، والبايو، اوكي. فمعناته هنحذف الايميل، هنحذف الباسورد، هنحذف اليوزر ايمج، وهنحذف الستاتس. ناخذ هذه الحقول هي اللي نسوي عليها البحث. هنيجي هنا نحكي له سوي لي بحث على هذول. طبعا اخر واحد ديليت، ما في شيء. نسوي ترتيب للملفات، برضو هنسوي له هنا الفانكشن تبع الستاتوس، تمام. نرجع للكنترولر تبعنا، يسوي لنا سيرش على اليوزرز، سيرش اللي هي الكيورد، عندنا الكاتيجوري هذه ديليت، اوكي. الستاتوس كمان اليوزرز، وير اليوزرز، وير ستاتوس ايكوال ستاتوس، وفي عنا الاوردر باي والباجينيت، اوكي. عنا هنا الكاتيجوريز هذه ديليت، هيودينا على اليوزرز دوت اندكس، وهنا هنعطي له يوزرز، اوكي. خلصنا الاندكس، هنيجي على الكرييت. طبعا اعطينا له البيرميشن، وهنا ما في عندنا كاتيجوريز، فمعناته ديليت. وهنحذف كمان الكومباكت،
فعنا باك اند يوزرز كرييت، اوكي عندنا الستور، طبعا عندنا النيم، اليوزر نيم اوكي هتكون ريكوايرد وغير ريكوايرد، انه هتكون مثلا الماكس انه ما يكتب اكثر من 20 حرف اوكي، مع انه كثير انا كمان شايف 20 بس نخليها 20، وكمان انه يكون يونيك اوكي، انه ما يتكرر في جدول ايش اللي هي اليوزر، نقطتين يوزرز تمام. في عندنا بعد اليوزر نيم في عندنا الايميل، نقول له required ويكون ايميل، مثلا هنا ايميل اوكي، ويكون الماكسيمم اللي هو 255 مثلا، وهنا اليونيك في جدول اليوزرز، وبعد الايميل عندنا الموبايل اوكي. في عندنا required وهيكون بدل الايميل هيكون numeric، يعني يكون بس ارقام، هنحذف الماكس لانه اذا خلينا الماكس معناته انه هو هي بدام انه نيموريك اوكي، هيكون عندي الماكس انه يكتب بس اقصى رقم يكتبه 255، يعني اكثر من ثلاث ارقام مش هيكتب اوكي، فهنحذف الماكس ويكون يونيك برضو في جدول اليوزرز. عندي بعد الموبايل في عندي ستاتوس، وفي عندي اللي هو الباسورد، فخلينا هنا نكتب باسورد ويكون أقل إشي 8 أحرف، هنا نقول له من 8 أوكي، هنحذف هذا كامل تمام. هنيجي على الداتا، طبعا هنسوي له الداتا مثل ما كتبناه هنا وحسب ما احنا محتاجينها في الداتابيز، اللي هي نيم يوزر نيم إيميل موبايل والباسورد تمام، وعندنا اليوزر ايمج، وعندنا الستاتوس، وعندنا الريسيف ايميل برضو كمان كوبي. نرجع للكنترولر، مثلا لو سوينا البيانات هذه بيست اوكي، عندنا هذا ريكويست نيم، وعندنا اليوزر نيم، عندنا الايميل، وعندنا الموبايل، وعندنا الباسورد، هنسوي له الباسورد هنا مثلا اوكي، بس لازم يكون بمكتبة اللي هي البي كريبت عشان يشفر لي اياها حسب متطلبات اللارفل اوكي. عندي في حقل هنا اللي هو الايميل فيريفايد اوكي، المفروض انه انا اذا سويت يوزر من الادمن انه يكون verified already، فمعناته اخذ هنا ال verified هنا بعد الايميل هنكتب له اللي هو carbon now، نستخدم مكتبة الكاربون اللي هي تبعت الوقت now تمام. اليوزر ايمج طبعا هذه عبارة عن رفع صورة، فمعناته هنحذفها. في عنا الستاتوس اوكي، هيكون status، عندنا البايو هيكون عندنا الريكويست بايو، والريسيف ايميل نخليها مثلا 1، انه نخلي اليوزر هذا يستقبل او خلينا نحددها هنا ريسيف ايميل اوكي. طبعا هنحذف هذا اوكي، ونقول له اذا كان في عندنا ريكويست لا اليوزر ايمج هذا نحذفه مثلا، ونعطي له هنا variable اللي هو مثلا user image يساوي، وهان request يكون file، إذا كان في عندي file اسمه request user underscore image أوكي، معناته احذف لي هذا واحذف لي هذا، جيب لي الفايل نيم أوكي. هنقول له stir slug، طبعا نحذف كامل الأمور اللي كنا مسوينا للبوست، هنا نكتب له star اللي هي من مكتبة الإلمنيت سبورت اللي هي slug، وناخد اليوزر نيم معناته request username
وهنا هيكون الفايل سايز ما هنحتاجها، مش محتاجين الفايل تايب. وهيكون عندنا الباث اللي هو الاسيت يوزرز والفايل نيم. طبعا هنا بدل الفايل هتكون اللي هي دولار ساين يوزر ايمج. اوكي هنقول له نستخدم مكتبه الانترفينشن ايمج ميك اللي هي اليوزر ايمج، جيب لي اياها من الكاش وسوي لي عليها ريسايز ل 300 بكسل. اوكي في 300 بكسل وسوي لي عليها الفانكشن اللي هي الكونسترينت وخليها اسبيكت ريتيو. اوكي وسوي لي عليها سيف يعني احفظ لي اياها في المجلد. وبعديها نحذف هذا كامل، نكتب له نفس الامر تبع الداتا، نضيف على الداتا اري نقول له اللي هي اليوزر ايمج هتكون الفايل نيم اللي هو اسم الصورة بس، نحفظها في الداتابيس. بعديها هذا الكاش هنحذفه، هنكتب له هنا اليوزر يساوي اللي هو اليوزر كرييت الداتا. تمام. وبعد ما نسوي كرييت للداتا لليوزر هذا لازم نعطي له رول اللي هي اليوزر، فمعناته هنكتب له هنا رول اليوزر اتاتش رول اللي هي الرول تبعت اليوزر من الاب مودلز وير النيم يساوي يوزر فيرست وجيب لي الاي دي انتر. تمام. وبعديها يرجع للصفحه تبعت اليوزرز دوت اندكس ويكتب له يوزر كرييتد سكسسفولي. تمام مع الالير تايب سكسس. هيك خلصنا الستور. نيجي على الشو هنكتب له هنا اليوزر وير الاي دي نكتب له فيرست. اذا كان موجود هذا اليوزر اف اليوزر افتح لي الريتيرن فيو يوزر شو واعطيني كومباكت اللي هي لليوزر. اوكي اذا لا فمعناته سوي لي اللي هو something was wrong. ناخذ المسج هذه نحطها هنا نكتب له اليوزرز وهنا نكتب له something was wrong وهنا danger. اوكي هيك خلصنا الشو. نيجي على الاديت نفس اللي سويناه في الشو، هناخذ هذا كامل نستدعي اليوزر هيوديني على صفحه الاديت. اوكي ونعطي له كومباكت لليوزر، اذا ما كان موجود انه يرجع لي ويكتب لي something was wrong. اوكي خلصنا الاديت. نيجي على الابديت نفس الفاليديشن اللي سويناه في الستور بس في عندنا تغيير بسيط. هنا عندنا في الابديت هنا احنا كاتبين انه اليوزر نيم انه يكون ريكوايرد والماكس تبعه 20 حرف ويكون يونيك في جدول اليوزرز، بس هنا ما دام انا سويت ابديت فمعناته انا بدي استثني نفس اليوزر هذا اللي انا قاعد بسوي له ابديت. فكيف الطريقه؟ هنكتب له هنا بعد اليوزرز كوما اللي هو الحقل اللي انا بدي اسوي له اكسكلود اللي هو اليوزر نيم. اوكي ومن اليوزر نيم اي اي دي اللي انا بدي اسوي له اللي هو الاي دي تبع اليوزر نفسه هذا. اوكي اللي هو هذا الاي دي. اوكي فمعناته هسوي له كمان كوما واقول له بعد الفاصله هذه بعد الكوتيشن اوكي السنجل كوتيشن اقول له دوت الاي دي نفسه. تمام معناته انا قلت له انه سوي لي يونيك في اليوزرز في اليوزر نيم الحقل تبع اليوزر نيم اللي هو هذا. اوكي بس استثني اللي هو الاي دي نفسه هذا، استثني اليوزر نيم يعني دور لي في كل الحقول الثانيه هل موجود اليوزر نيم اللي انا بدي اعدله، اذا لا سوي لي عليه سيف، اذا موجود في حقل ثاني وما كان نفس الاي دي هذا فمعناته هنا طلع لي مسج انه هذا اليوزر نيم موجود. نفس الشيء راح نسوي مع الايميل. اوكي فمعناته هذا الكلام كامل هيك اسويه ونسوي له بوست بدل اليوزر نيم هنكتب له ايميل، وكمان مع الموبايل
برضو بدل كلمة اليوزر نيم هنكتب له موبايل. تمام، هذا الاختلاف البسيط اللي عندنا في الفاليديشن. هنيجي هنا نكتب له اليوزر يساوي اليوزر وير الاي دي تبعه ويجيب لي اول واحد. اوكي، اذا كان في عندنا يوزر معناته سوي لي ابديت للمعلومات هذه اللي احنا سويناها هنا. اوكي، وناخذ اليوزر هذا الايمج نيجي هنا. اوكي، نحذف الايمج هذه ونسوي بيست للكود تبعنا، وهنا في الاخير هنكتب له اليوزر ابديت الداتا. بس هنا في عندنا شغله بسيطه بدنا نسويها، هنعدل النيم، هنعدل اليوزر نيم، هنعدل الباس الايميل، طبعا الايميل فيريفايد لا، هنسوي له ديليت. عندنا الموبايل بنقدر نعدله، عندنا الباسورد. صحيح الباسورد هنا في الابديت معناته هذا هيكون نلبل، يعني ممكن انه يكون فاضي، احنا ما احنا مجبرين انه احنا نعدل معاه الباسورد. فمعناته انا عندي هنا الداتا تبعت الباسورد، هنكتب له هنا جمله شرطيه اف تسوي عمليه تريم للباسورد هذا اللي هو ريكويست باسورد، يعني نضيف لي اياه من جميع الفراغات. اذا كان لا يساوي فراغ فمعناته ضيف لي اياه من ضمن الحقول اللي بدها تتعدل. اوكي، إذا كان فاضي فمعناته شيل لي إياه، شيله من الداتا. أوكي، في عنا الستاتوس، في عنا البايو، في عنا الريسيف إيميل. هنا هنيجي على اليوزر إيميج، هنقول له إذا كان في عنا في الإنبوت فايل في عنا يوزر إيميج فمعناته احذف لي اليوزر، نعمل له جملة شرطية إنه في جدول اليوزر هل يوجد يوزر إيميج، إذا كان موجود معناته أنا في عندي صورة في مجلد البابليك في الأسس في اليوزر لإله، احذف لي إياها في الأول. فمعناته هنكتب له هنا طبعا عندنا اليوزر تيبل، إذا كان إف اليوزر اللي هو اليوزر إيميج من الداتابيس لا يساوي فراغ فمعناته جيب لي اللي هي عملية حذف الصورة اللي هي الـ if file exist هذه، سوي لي اياها هنا بيست، وهنكتب له هنا بدل post هنكتب له users، وهنا هنكتب له اللي هي اليوزر image بدل media file name هنكتب له user image، وهنا user image. بعد ما تسوي حذف للصورة معناته سوي لي نفس العملية اللي هي تبعت رفع الصورة على مجلد الأسيتس يوزرز. أوكي، وضيف لي إياها في الداتا. تمام، بعد ما يخلص رفع الصورة فمعناته سوي لي يوزر الأبديت. أوكي، بعد الأبديت إنه يرجع لي على الصفحة الرئيسية ويكتب لي اليوزر أبديتد سكسسفولي. أوكي، إذا ما كان في عندي يوزر أساسا هنا معناته إنه يرجع لي على الصفحة الرئيسية مع رسالة something was wrong ولا alert type danger. هيك خلصنا من الأبديت. نيجي على الديستروي، هنكتب له هنا اليوزر برضو مثل ما سوينا في الشو، هنكتب له هنا إذا جيب لي اليوزر وير الاي دي، إذا كان في عندي يوزر فمعناته شوف لي اذا كان اليوزر هذا موجود، فمعناته شوف لي اذا كان في له صوره في البوست يوزرز الاسيتس يوزرز احذف لي اللي هو اليوزر يوزر ايمج. اوكي، ونفس الشيء انه اذا كانت موجوده يسوي لي ان لينك على الاسيتس يوزرز ويحذف لي الصورة. اوكي، وهنا نسوي له
نسكر القوس وهنا هنكتب له اليوزر ديليت، معناته احذف لي اليوزر هذا. هنا هنكتب له بدل اليوزر deleted successfully، اذا ما كان موجود فمعناته something was wrong. هيك خلصنا destroy. بيظل علينا الريموف ايمج، هنكتب له هنا برضو نفس الامر هذا الكويري، هنكتب له هنا بدل id اللي هو request user underscore id. اذا كان اليوزر هذا موجود فمعناته شوف لي الصوره تبعته اللي هي الاسيتس يوزرز، نعدلها. وهنا عندنا اليوزر اللي هي اليوزر اندرسكور ايمج، ويسوي لي اليوزر اللي هو اليوزر ايمج اندرسكور ايمج، يحول لي اياها فاضي نل، وبعديها يسوي لي سيف للعملية هذه بحيث انه نعدل الداتابيز انه تكون اليوزر نيم اليوزر ايمج يكون نل، فمعناته هنكتب له هنا سيف اوكي وريتيرن ترو، اذا لا يسوي لي ريتيرن فولس. هيك خلصنا الكنترولر، نكمل البليدز في الحلقة الجاية. يعطيكم العافية. اذا كنت اول مرة تشوف القناة لا تنسى تشترك في القناة والإعجاب ومشاركة القناة، ودعوة في ظهر الغيب، ويعطيكم العافية.